سنة في أمريكا حوالي 23 ألف حالة بتحصلها مشاكل، 23 ألف بسبب مكملات غذائية. جزء كبير منها بسبب المنشطات الجنسية، أكبر جزء بسبب أدوية التخسيس وخاصة النساء. يعني في جزء كبير منهم بيروح ياخد أدوية تخسيس بيعملوا مشاكل كبيرة جدا على أساس أنهم مكمل غذائي. طيب احنا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، احنا عايزين نفرق دلوقتي بين المكملات الغذائيه دي. حضرتك قلت في ادويه تخسيس بناخدها على انها مكمل غذائي وبتاذي، حاجات عشان تبني العضلات، حاجات بناخدها عشان الهزلان، على انها مجرد فيتامينات. يعني ما انا مش بعرف افرق، يعني برضو حاجه كلمه مكمل غذائي بالنسبه لي فيتامين، الفيتامين هيأذيني انا في ايه؟ ما هيفيدني. لا هقول لو ما فاتش مش هيضر. لا ده لا, 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 لا لا طبعا لا هيضر. ايه بقى؟ لا هيضر. اقول لحضرتك، خلينا نقول ان مثلا اكتر حاجات مشهوره في الفيتامينات فيتامين ب. تمام. احنا عندنا حوالي 8 اعتقد، يعني فيتامين بي 1 بي 2 بي 3 في بي 5 6 في 7 اللي هو البيوتين، في 9 اللي هو الفوليك اسيد، وفي الفيتامين المشهور الفيتامين ب 12 اللي هو كوبلامين. طبعا الفيتامينات دي بتدوب في الميه، فانت لما بتاخد دوز زياده منها بتطلع وجسمك بيتخلص منها، فده بسيطه. لكن الدوز لو اتكررت، شوف حضرتك القاعدة الذهبية اللي هي ايه؟ الشيء اذا زاد عن حده ينقلب ضده. معظم الفيتامينات دي بتشتغل عليه على الاعصاب. على اعصابه. طبعا حاجة زي الفوليك اسيد ده مثلا مهم جدا الحامل، لو نقص او ما خدتوش الحامل ممكن يعمل تشوهات في الجنين. صحيح، ده بياخدوه دلوقتي قبل الحمل. الفوليك اسيد اللي هو فيتامين بي 9. تمام؟ طيب حاجة زي فيتامين بي 6 اللي هو بيرودوكسين مثلا، بيستخدم مثلا هو بيستخدم حتى في بعض الادويه الحوامل عشان خاطر ايه؟ الغثيان وكده. لو زاد عن حد يعمل مشكله. واذا كان هو بيعالج التهابات الاعصاب الطرفيه فده بالعكس ممكن يعمل تلف في الاعصاب بشكل عام. طب نيجي بعض الحاجات الثانيه، فيتامين ايه؟ مثلا فيتامين سي. الناس كلها عارفاه. احنا بنحتاج مثلا منه، الجسم الطبيعي بيحتاج مثلا من 90 ل 100 ملي جرام يوميا. فيتامين سي ده من احد الفيتامينات العناصر الاساسيه اللي بيحتاجها الجسم، اللي هي يا استاذ اسحاق لان الجسم ما بيكونوش. يعني في بعض الفيتامينات ممكن عن طريق بعض العمليات الحيويه في الجسم ينتج عن هذا التكسير فيتامين معين الجسم بيستخدمه. احنا رابطينه دايما بالشتاء يا دكتور. فيتامين سي عشان المناعه وكده. فيتامين سي ده عنصر اساسي لازم تحصل عليه من الخارج، ولو تفتكر حضرتك اتكلمنا على الموضوع ده قبل كده، فيتامين سي يعني اكتشفوه بدايه القرن العشرين. دلوقتي بيربطوا اللي هو نقصه بيعمل ايه بقى؟ التشقق في الشفايف، ضعف في اللثه، نزيف، اللي هو كان بيقول على مرض الاسقربوط. وكان بيعاني منه البحاره اللي كانوا موجودين في عرض البحر، بيقعدوا بالشهور ما بياكلوش خضار وفاكهه. طبعا اكتر ثمره موجود فيها فيتامين سي اللي هي الجوافه، اكتر من الليمون والبرتقال. مش البرتقال اللي احنا والليمون، الجوافه اكتر نسبه فيتامين سي. خمس اضعاف ثمره الجوافه تحتوي على اكتر من خمس اضعاف ثمره البرتقال. ده احنا سنين عايشين على انه البرتقال والليمون. دي معلومه جميله دي. طيب نيجي بقى الفيتامين سي بيحتاج، موجود في الجهاز، يستخدم في جهاز المناعه. في بعض الحاجات اللي تكون الغضاريف او الكولاجين. أيوة. اللي هو خاص بالركبه، عشان كده تلاقي بعض ادويه المفاصل تحتوي على فيتامين سي. زيادته يعمل مشكله، يعمل غثيان، يعمل دخن، يعمل مشاكل، وممكن يعمل حصاوي رمله على الكلى. طيب فيتامين اي دي اي كي، احنا كنا حافظين حتى في كل اي دي اي كي، دول مثلا من الحاجات اللي بتدوب في الدهون. عشان كده لو انت بتاخد فيتامين اي او دي او اي او كي لازم تستخدمهم، تاخدهم مع وجبه فيها دهون عشان يزود امتصاصه. الاوميجا 3 نفس الكلام. الاوميجا 3 دي قصه لوحدها، دي موجوده في زيت السمك والسلمون. بس بيقولوا ان هي برده مع تدوب في الدهون وكده. مظبوط. أيوه. مظبوط. تيجي بقى لحاجه مهمه، الفيتامينات دي اكتر حاجه مشهوره طبعا اللي كانت بعد ازمه كورونا كمان فيتامين دي. طبعا احنا عندنا نوعين منه، فيتامين دي 2 ودي 3. دي 2 بنحصل عن طريق النباتات، ودي 3 موجود في الاكل وكده، وموجود تحت شمس. الجلد. تحت الجلد، هو موجود تحت الجلد في صوره غير نشطه. بتعرض لاشعه الشمس، مجرد ما تعرض لاشعه بتحول لصوره غير نشطه، صوره نشطه الجسم بيستفيد منه عشان عضل. صحيح. كتره غلط. احنا عارف حتى مشتقات فيتامين دي الموجوده في الادويه هي بتزود الفوسفيت والكالسيوم في الجسم والفوسفور. لو زاد عن حد معين بيعمل حاجه اسمها هايبر فوسفاتيميا، ممكن تضر الكلى. انت عايز تقول لي يا دكتور يعني انا اعمل ايه؟ اخد ازاي؟ انا اعرف الجرعه الحلوه ازاي؟ شوف يا فندم، كل ماده ليها ريفرنس، ليها مرجعيه معينه. تمام. مثلا نتكلم مثلا على فيتامين دي، مثلا الانسان الطبيعي مثلا بيحتاج مثلا 400 وحده دوليه مثلا في اليوم.
تمام؟ ممكن تزيد، اصل في فرق ما بين مكمل غذائي انا باخده عشان انا محتاجه غير انا عندي حاله مرضيه. لا انا غالبا معظم الناس مش حاله مرضيه، معظم الناس هو يعني ايه كتر استخدام المكملات الغذائيه عمال على بطال ليها ضرر كبير جدا. انا اعرف دلوقتي محدش فينا، معلش عشان نبقى صراحه، كل شويه هيروح يعمل تحليل فيتامين دي وعندي ايه ناقص، فيتامين ب عندي محتاج منه ايه، محدش بيعمل كده يعني. غالي جدا غير لو حد غير لو حد عنده يعني ازمه مرضيه او مشكله مرضيه، فبيبقى مضطر انه بيعمل التحاليل. احدد الجرعات اللي ما تاذينيش وتضرنيش، يعني بمعنى اصح كده في فيتامين مالتي فيتامين ده اللي هو بيبقى مكتوب فيه فيه كذا وكذا وكذا، فانا هاخد قرص واحد فيه كل الكلام ده، هل ده مفيد ويوفر عليا الحسابات بتاعت الجرعات ولا لا برضو؟ شوف يا فندم، حتى الجرعات لما بتحط في قرص أيه. بتبقى محسوبه. انا ما زي قلت لحضرتك قبل كده في الحلقه الديلي ريكويرمنتس اللي محتاجها الجسم من الماده دي.